من جنيف ينضم إلي مراسل الغد عمرو المنيري. عمر، مستجدات المفاوضات العسكرية الليبية التي تجري في جنيف وهي في يومها الثاني اليوم. نعم، ربما بعد قليل ستنتهي المفاوضات أو الجولة، مفاوضات اليوم الثاني من هذه الجولة، وهي تعتبر الجولة الرابعة التي توقفت لعدة أشهر، ولكن ليس هناك أي تصريحات أو أي تسريبات حتى حول ما يحدث في داخل الأوراق، لكن يبدو أن هناك حالة من التفاؤل وأيضا حالة من استقطاب للمجتمع الدولي الذي نسمع من هنا ومن هناك مطالبة بأن تخرج هذه المفاوضات بشيء إيجابي، وعلى الأقل تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا تبادل المحتجزين من الطرفين. ولكن على مستوى التسريبات الأخرى أو الخارجية تقول أنه يبدو أن من يجتمع هنا وخصوصا من طرف حكومة السراج أو حكومة الوفاق الليبية ليس لديها سلطة التفاوض وسلطة القرار، وخصوصا أن رئيس الأركان لحكومة السراج كان زار أنقرة يوم أمس واجتمع مع وزير الدفاع التركي، وهذا يعطينا مؤشر أنه هناك نوع من التنسيق مع تركيا التي يبدو أنها لا توافق كثيرا على هذه المحادثات. وفي المقابل أيضا سيتوجه فايز السراج شخصيا يوم غد إلى روما لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، وسبقها اليوم وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق إلى روما، وهذا معناه أيضا أن هناك تدخلات خارجية للضغط على حكومة السراج على الأقل للاستجابة إلى الدعوات، وعلى الأقل المفاوضات هذه هي مفاوضات هامة جدا، وهي تستمر بعد نجاح المفاوضات التي كانت في مدينة الغردقة في 28 و29 و30 من سبتمبر الماضي، وأي ترحيب الدولي سواء خلال من ألمانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وأيضا من فرنسا، كل هذا يدعم هذه المفاوضات ويريدون أن تخرج هذه المفاوضات بشكل إيجابي، ويبدو أنه ستخرج بشكل ما يرضي جميع الأطراف، لكن ليس هناك توقعات متفائلة بشكل كبير حول خروج هذه المفاوضات بحل كبير إلا تثبيت وقف إطلاق النار. من جنيف مراسل الغد عمرو المنيري، شكرا جزيلا لك.